مات ويكسون يعمل في مكتبة للكتب المستعملة في واشنطن. يقضي أيامه بتسعير الكتب وتصفيفها على الرفوف. مدخول ويكسون الشهري لا يكفي لتحمل تكلفة الحياة في العاصمة، فيضطر إلى العمل في نقل الأثاث في وقت فراغه. رغم هذا، قام مات الشهر الماضي بالتبرع ب $350 على قسطين لحملة المرشح الديمقراطي باراك أوباما. هذا يعادل أكثر من 20 ساعة من العمل الرتيب في المكتبة. Money's important, and if there's a lot of people like myself, and apparently there are, that care about this, you know, we can make up for all the other corporate sponsors. ومات ليس وحيدا، فهناك أكثر من مليون شخص تبرع لحملة أوباما ومئات الآلاف لحملة هيلاري كلينتون. كلينتون أعلنت أن مبلغ التبرعات وصل إلى 35 مليون الشهر الماضي، بينما حصل أوباما على حوالي 50 مليون. يحطم هذا الرقم القياسي لعدد المتبرعين ولمجمل مبلغ التبرعات، وهو أكبر بكثير من مبلغ التبرعات التي حصل عليها الجمهوريون هذا الموسم الانتخابي. الأهم من ذلك أن معدل التبرع الواحد هو $100 فقط، بينما يسمح لكل مواطن أمريكي بالتبرع بمبلغ $2,300 يعطيها لمرشح واحد أو يقتسمها على أكثر من مرشح. هذا يدل على أن غالبية المتبرعين هم من أصحاب الدخول المتوسطة وليسوا من الأغنياء. كل هذا في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من هبوط في سوق الأسهم وأزمة في قطاع الإسكان وارتفاع في سعر البترول، بالإضافة إلى التضخم المالي والبطالة. ولكن بالنسبة لويكسون فهناك مشكلة أكبر بكثير من تدني دخله الشهري. The US just looks so bad, and we've been involved in some really truly odious acts from Abu Ghraib to ويأمل ويكسون أن يكون قد استثمر المال في مرشح سيحدث التغيير الذي يتمناه. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.